لماذا فشل الإخوان في صنع منظومة إعلام مصرية حينما كانوا في سدة الحكم، ونجحوا في صنع منظومة ضد مصر حينما بعد 30 يونيو؟ السر فين؟ السر أن التنظيم هو الذي يدير الآن والجماعة لا تدير، أم أين السر؟ أولا أشكرك أنك جمعتني مع الدكتور عمار. وأنا والله بشكركم، أنتوا جيتوا أنتوا الاثنين رغم فرق السن الكبير، إنما بنتعلم من عمار. الله يخليك، العفو. أنا ما أظنش أنهم نجحوا في الإعلام الخارجي، بس عانينا كتير. إنما ده فشل من فشل إلى فشل، وأنا متألم جدا إن الرسالة الكريمة اللي حملها الإخوان سنين طويلة مع الأخطاء الفادحة فيها تنتهي بهذا الشكل. عندهم قناعة هو جديدة. دول كالطير يرقص مذبوحا من الألم. أنا أقول لك حاجة، اتفضل. يا ما كان هاني صلاح الدين وقطبي وغيره هم من تلامذتي في غالب الإخوان يدافعوا بجهل وعن جهية، وكنت بضرب لهم مثل لما يتهموا الإعلام بأنه سحرت فرعون أقول لهم بالله عليكم، الإعلام العلماني اللي بتتكلموا عليه ده لما بيعمل برنامج من برامج التوك شو بيدور على عمار علي حسن، على عبد الخالق فاروق، وبيدور على واحد من الإخوان القياديين يجي معاه أو اتنين، على محمود عامر، على هاني صلاح الدين، على بديع، على البلتاجي. إنما أنتوا قولوا لي برنامج واحد في 25 جبتوا فيه واحد علمان. 25 يناير. بل جبتوا فيه 25 يناير. بل جبتوا فيه كمال للباوة حتى. واحد من المنشقين أو عبد المنعم أبو الفتوح. مفيش. يعني طريقة التفكير أخطر ما يقود الإخوان إلى الفشل. واللي انت اشرت اليه نجحهم لا والله، اللي ما ينجحش على ارض وطنه ما ينجحش خارج وطنه. الله، دي كلمه كويسه. دكتور عمار، لان هو الثمن كبير. انا اتصور، يعني انت متفق انهم نجحوا ولا فشلوا؟ لا لا، انا معتقد ان لان هو بيخلع عباءته، بس عصام الحداد عمل مجهود في السي ان ان واليورو نيوز والقنوات الاجنبيه والصحف العالميه. صحيح، اثر فيك. شوف، انا هقول لك السبب في ده. في جزء طبعا في ركائز راسي على الارض بنتها الجماعه في العالم عبر سنين طويله، ما نقدرش ننكر، وكانت بتوظف في جزء منها النشر الاسلام في اوروبا، في جزء منها لتعزيز نفوذ جماعه الاخوان هناك، في جزء منها لبناء يعني فناء خلفي للجماعه الاخوان اذا اضطهدت في المنطقه العربيه والاسلاميه، نتجد ملاذا امنا. كل هذه الأدوات استنفرت لا شك، لكن الأهم من ذلك، وهي دي الخسارة اللي بيشير إليها أستاذنا الدكتور كمال الباوي، إن الإخوان هذا ليس مجهودهم، هم تحولوا إلى أدوات في يد سياسات إقليمية ودولية، وبالتالي مشروعهم إلى الفناء، بمعنى أن من يمول ومن يناصر ومن يدفع للشركات البي آر ومن يدفع للكتاب في مختلف أنحاء العالم هو الذي سيقود والذي يفرض أجندته التي لا علاقة لها يفترض بالأجندة الأصلية التي كان الإخوان يتحدثون عنها. يفترض ذلك.